السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نستعرض لكم الرويال باس الشهر 11 بقيمة سكناته وبنعطيكم رأيي فيه في نهاية المقطع. بس قبل ما نبدأ مقطعنا لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية وزي ما ظهر أمامكم الآن، الرويال باس يأتي تحت مسمى هيدن هانتر، واللي مثل ما ظهر أمامكم الآن تحس أنه من المقاتلين أو محاربين الساموراي ولكن بطابع حديث وعصري. والآن ننتقل للاستعراض وتقييم سكنات الرويال باس. وكما العادة وفي كل رويال باس عندنا على الار بي 1 سكن البدلة مع غطاء الرأس والوجه، واللي يكونوا على الار بي 5. البدلة تصميمها جدا رائع وايضا متناسقة مع غطاء الرأس، اما بالنسبة لغطاء الوجه بصراحة لا يرتقي ابدا للمستوى المطلوب ومش متناسق ابدا مع البدلة. تقييم البدلة هو 6/10. وايضا عندنا عن ار بي 1 سكن سلاح الاسكاريد، بصراحة السلاح منظره جدا رهيب وتناسق الالوان وشكل التفاصيل في السكن جدا رائع، تقييمي له هو 8/10. وعلى الار بي 10 عندنا سكن الخوذة، الخوذة كالوان وتفاصيل جدا رائعة، من اجمل الخوذات اللي مرت على الرويال باس، تقييمي لها هو 8/10. وعلى الار بي 15 عندنا رخصة الرويال باس المجانية للجميع، للي شاحنين واللي مش شاحنين، وايضا عندنا الافاتار الخاص بالسيزن وميدالية حقيبة الظهر. رقصة الرويال باس تعتبر عادية، بصراحة كان في رقصات على الرويال باس افضل من هذه للاشهر الماضية، تقييمي لها هو 3/10. اما بالنسبة لميدالية حقيبة الظهر تعتبر جيدة، تقييمي لها 6/10. ايضا وعلى الار بي 20 عندنا سكن المظلة للجميع، للي شاحنين واللي مش شاحنين، وعلى الار بي المشحون عندنا سكن المولوتوف. بالنسبة للمظلة تعتبر جدا جميلة، والافضل ايضا انها مجانية للجميع، للي شاحنين واللي مش شاحنين. تقييم السكن المظلة باعتبارها جائزة مجانية 7/10. وعلى الار بي المشحون عندنا سكن المولوتوف، بصراحة نعتبرها خطوة رائعة من ببجي موبايل انها حطت سكن للمولوتوف كبديل لسكنات القنبلة على الرويال باس الشهر 11، ومنظر السكن يعتبر جدا جميل والوانه جدا متناسقة. تقييمي له باعتباره اول سكن مولوتوف يجي على الرويال باس 9/10. وايضا على الار بي 23 والار بي 25 عندنا سكن البدلة مع غطاء الرأس، اللي تجيب الشكل المجاني للجميع، للي شاحنين واللي مش شاحنين. البدلة تعتبر جيدة والوانها متناسقة وكبدلة مجانية للجميع، تقييمي لها 7/10. وعلى الار بي 30 عندنا سكن الطائرة، وايضا الرقصة الخاصة لسكن بدلة الار بي 50. بالنسبة لسكن الطائرة منظرها يعتبر جميل والوانها جيدة ولكن تصميمها ليس بالافضل، تقييمي لها هو 6/10. اما بالنسبة لرقصة بدلة الار بي 50 تعتبر لطيفة وحركاتها من رأيي الشخصي تعتبر كوميدية، ولكن الرقصة لا تتماشى ابدا مع بدلة الار بي 50 الخاصة بالرويال باس، ولا تتماشى ابدا مع طابع البدلة اللي حتشوفوها قريبا داخل هذا المقطع. تقييمي للرقصة 7/10. وايضا على الار بي 35 عندنا سكن سلاح الرويال باس المجاني للجميع، للي شاحنين واللي مش شاحنين. شكل السلاح جدا لطيف والالوان جدا متناسقة، وكسكن سلاح ليس له سكنات بشكل كبير بالاخص المجاني، وبصراحة نعتبرها خطوة ايجابية اضافته كسكن سلاح مجاني على الرويال باس، تقييمي له 8/10. وعلى الار بي 40 عندنا سكن سلاح الام 16 كشكل تصميم والوان جدا خرافي، والالوان جدا متناسقة وشكل التصميم جدا فخم، ولكن كسلاح وعلى الرويال باس جدا سيء وتكرر تكرار رهيب، وتقييمي ليه 2/10. والمفاجأة الكبرى ببجي موبايل رجعت نظام اختيار السكنات على الار بي 50، وبصراحة هذه نعتبرها خطوة جدا ايجابية بالاخص لو كان في على الرويال باس بدلتين ميثك لحتى يتم الاختيار واحد من هذه السكنات. بالنسبة لسكن بدلة محارب الساموراي، الالوان جدا جميلة ولكن تصميم البدلة ليس بالافضل، تقييمي له 6/10. اما بالنسبة لسكن البدلة البناتية تصميمها جدا جميل وكالوان وشكل سكن جدا رائع، تقييمي لها 8/10. اما بالنسبة لمتجر استرداد الرويال باس ففي حال اختيارنا احد بدلات الميثك على ار بي 50 البدلة الثانية حتتواجد مباشرة في المتجر، وايضا في متجر الرويال باس سكن سلاح اليو ام بي، تقييمي لمتجر الرويال باس هو 7/10. اما بالنسبة لمتجر الاسترداد الخاص بالرويال باس فيعتبر من افضل المتاجر اللي مرت على الرويال باس، لانه مثل ما ظاهر امامكم الان عودة شعر السيزون الرابع وايضا شعر السيزون الخامس، ولكن برأيي الشخصي السعر جدا مبالغ فيه اللي هو 1200 شدة، يا ريت لو كان ارخص بصراحة. وايضا من الاشياء القوية اللي في متجر الرويال باس اللي هو صندوق الاسترداد اللي رجعت فيه اغلب سكنات السيزون 12 والسيزون الخامس وايضا السيزون الثاني، ومن ابرز هذه السكنات هي سكن بدلة الهائم واللي تعتبر جدا نادرة. تقييمي لمتجر الاسترداد الخاص بالرويال باس 9/10. اما الان فننتقل لشحن الرويال باس، مشاهدة ممتعة. I feel right. I don't wanna just forgive you.
وفي النهاية نحب ننوه انه صفحة ببجي موبايل مينا على الانستغرام عاملة سحب على 100 رويال باس الشهر 11. من يدري ممكن تكون احد المحظوظين وتربح الرويال باس الشهر 11. اما بالنسبة لتقييمي للرويال باس فهو 7/10، وبصراحة عندي عليه ملاحظات سلبية. اولا بالنسبة لبدلة الار بي 50 ليست بالافضل سكنات الرويال باس، وايضا سكن السلاح اللي موجود على الار بي 40 اللي هو سلاح الام 16 واللي تكرر بشكل رهيب على لعبة ببجي موبايل. فياريت من ببجي موبايل انها تغير الاسلحة وتحط سكنات للاسلحة اللي تعتبر نادرة وما فيش لها سكنات بالشكل الكبير مثل الام 4 والام 7. اما بالنسبة للملاحظات الايجابية على الرويال باس فعودة امكانية اختيار احد سكنين في كل الار بي 50 نعتبرها نقطة ايجابية، وياريت من ببجي موبايل انها تستمر في هذا النظام. وايضا متجر استرداد الرويال باس يعتبر من اقوى البتاج اللي مرت على لعبة ببجي موبايل لانها تم اعادة فيه سكنات تعتبر جدا نادرة. وفي النهاية اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، اعطوني رايكم في الرويال باس الشهر 11، واعطوني رايكم في متجر الاسترداد الخاص بالرويال باس اللي تم استرجاع فيه اغلب السكنات النادرة، هل نال اعجابكم او لا ولماذا؟ ارجو من الله ان يكون المقطع قد نال اعجابكم. في حال عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.